السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة لجميع المغاربة، لجميع الأمة الإسلامية، لمغاربة العالم أيضا بطبيعة الحال. ونحن نبث هذا البث المباشر من أوروبا، وبالضبط من إسبانيا. ناقش واحد الموضوع، موضوع الذي أثار ضجة، وموضوع بطبيعة الحال التي تلقى واحد الاهتمام من طرف المغاربة، خاصة فيما يتعلق بالحجر الصحي والعودة إلى الحجر الصحي الجزئي. فهل تعتقدون متتبعي قناة شوف تي في أنه بالعودة إلى الحجر الصحي سنضع حدا لهذا الفيروس هذا؟ فالحصيلة دي اليوم أمس كانت حصيلة مخيفة، حصيلة كل ما يمكننا أن نقول عنها أنها حصيلة كارثية وقياسية. فالمملكة المغربية منذ بداية هذا الفيروس ونحن نسجل عدد يمكننا أن نقول أنه عادي جدا، وأي دولة ممكن أن تسجله في البداية، لكن مع مرور الوقت ومع مرور الزمن ومع مرور الأيام والأسابيع والأشهر فالوضعية تزداد سوءا. والوضعية متتبعي قناة شوف تي في كما نقول نزيد الطين بلة. فنتمنى متتبعي قناة شوف تي في أنه الوضعية الوبائية بالمملكة المغربية الحبيبة بعد الحال أن تتراجع الوضعية الوبائية، وأن يتراجع عدد المصابين وعدد الوفيات. فلا يمكننا أن نستمر بنفس الطريقة التي نحن عليها. فالحجر الصحي نعلم جيدا أنه صعب جدا، الحجر الصحي والعودة إلى الإجراءات والتدابير إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن أن تسبب للمواطنين الكثير من الإنزعاج، لكن في بعض الأحيان هذه القرارات تساعدنا على إيقاف هذا الوباء، هذا الوباء بطبيعة الحال الذي شغل الدنيا وشغل عقول الأطباء والعلماء إلى غير ذلك من الجهات المختصة التي تبذل ما في جهدها لإيقاف هذا الفيروس هذا. فباش نكونوا واضحين متتبعي قناة شوف تي في، الفيروس انتشر بواحد الشكل اللي هو كبير في المملكة المغربية. فبالرغم من مجهودات ديال السلطات، بالرغم من مجهودات ديال المواطنين أيضا، فعاليات المجتمع المدني، السلطات الأمنية، الوقاية المدنية، وكل المؤسسات ديال الدولة دايرة واحد المجهودات كبيرة، لكن للأسف هناك فئة من المواطنين، يعني كما كنقولوا ممسوقينش لهذا الفيروس هذا، ممسوقينش لهذه الإجراءات والتدابير إلى غير ذلك. فنتمنى إن شاء الله أنه العدد ديال الإصابات ينخفض في القريب العاجل، لأن ما نشاهده كل يوم فشيء خطير. متتبعي قناة شوف تي في كنتمنى في القريب العاجل أنه يتوقف هذا الشيء وتعود الحياة كما كانت عليه في السابق. فالكمامة متتبعي قناة شوف تي في، هذا الإجراء البسيط الذي لا يتجاوز ثمنها 80 سنتيم أو درهم واحد، فكيف لا يمكننا أن نلتزم بهذه الكمامة لحماية الوطن ديالنا؟ خاصنا متتبعي قناة شوف تي في أننا نديرو جهد كبير من أجل وقف زحف هذا الفيروس
وإلا أن العواقب ستكون وخيمة. فكما هو معروف، متتبعي قناة شوف تيفي، أنه الوضعية الوبائية، في المملكة المغربية، مقلقة. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحمي هذا الوطن، وأن لا ندخل في الحظر الصحي. إذا دخلنا لمرحلة الحظر الصحي فهنا ستكون الكارثة الكبرى. فنعرف جيدا أنه سيتم محاصرة الفيروس، وسننجح إن شاء الله في تجاوز الأزمة، لكن العديد من الجهات ستتضرر، مقاهي، المطاعم، المحلات إلى غير ذلك من الجهات اللي غادي تضرر من هذا الحجر الصحي. فالخطاب ديال جلالة الملك محمد السادس نصره الله كان واضحا جدا، الخطاب الأخير أو ما قبل الأخير، فقال في الخطاب بشكل واضح أنه في أي لحظة يمكننا العودة إلى الحجر الصحي، في أي لحظة يمكننا العودة للحجر الصحي، فليتحمل المسؤولية. إذن خص الناس تتحمل المسؤولية ديالها من أجل تجاوز هذه المرحلة. إذن متابعي قناة شو تيفي، نطرح سؤال، عليكم ونتمنى الإجابة. فالعودة للحجر الصحي، فهل هي الحل لتجاوز هذه المرحلة الحرجة التي تشهدها بلادنا؟ فالعدد، ديال 4000، العدد ديال 4000 حالة في اليوم، فعدد خطير. حتى الدول المتقدمة والدول الرائدة لم تسجل هذا العدد، الضخم، العدد المخيف، والعدد أيضا الخطير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نتجاوز هذا الوباء، وأن نمر إلى بر الأمان، لأنه ما شهدناه يوم أمس من تسجيل الحالات يعني يعتبر خطير، متتبعي قناة شوف تيفي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أننا من كما قلت لكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتجاوز هذه المرحلة وأن نمر إلى بر الأمان إن شاء الله. فجمعة مباركة عليكم، جمعة مباركة على جميع متتبعي قناة شوف تيفي. دمتم في رعاية الله ودمتم سالمين. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.